المحاضرة الثانية من الكارديو كبروبلم أو ديس أوردر اللي هي المايوكاردال إنفاركشن. حكينا على الأنجينا، اليوم بدنا نحكي على المايوكاردال إنفاركشن. والمايوكاردال إنفاركشن أو بنقولها أم آي أو بنقولها الجلطر القلبية refer to a dynamic process by which one or more region of heart experience a severe and prolonged decrease in oxygen supply. يعني الجزء من القلب بتعرض ل سيفير اند برولونج طويل لمده طويله ديكريز الاكسجين، فبصير في عنا ناتج عن انسفيشنسي للكورونري بلاد فلو، ما فيش بلاد سبلاي بيجي، ففيش فبصير انقطاع على الاكسجين، فبصير في عندي نيكروسيس او ديث اللي هو عضله القلب للميوكاردال تشو. بصير the onset of the MI process may be sudden or gradual، ممكن يصير sudden أو gradually، والبروجريشن تبعها of the myocardial infarction completion takes approximately من 3 ل 6 ساعات، يعني من حد ما تبدأ ممكن تاخذ 3 إلى 6 ساعات لعند ما تعطيني اللي هو يعني الإفكت تبعها أو اللي هو السمتم تبعها. المايوكاردال انفاركشن از وان مانيفيستيشن اوف اللي هو اكيوت كوروناري سيندروم. الباثوفيسيولوجي اند ايتيولوجي للمايوكاردال انفاركشن، اذا عرفنا انه المايوكاردال انفاركشن هي عباره عن برولونجد وسيفير البلد لوس اوف بلد سبلاي او ديكريز للاكسجين او البلد سبلاي للعضله المصل، فبصير في عنا نيكروسيس. الباثوفيسيولوجي تبعها اكيوت كورونري ترومبوسيس، غالبا اللي هو 90% من الام اي نتيجه من اللي هو بارشر او توتال اللي هو ثرومبوسيس، ثرومبس يعني في عندي بلاد كلوت بيصير لها مانيبيليشن، بتيجي بتمسك في جدار الكورونري فبتضلها ماسكه، اللي هي حوالي بتعمل ناروينج لا اللي هو لا الارتري زي اللي هو كوروناري ارتري ديزيز. بعدين هي قلنا انه غالبيتها بتكون ناتجه عن ثرومبس، اللي هو 90% من الام اي ثرومبس. طبعا الثرومبس لما بيجي بسكر ما فيش بلاد سبلاي، لما يكون فيش بلاد سبلاي ما فيش اكسجين بصير في عندي ديث ونكروسيس لا اللي هو تشو. other etiological factors ممكن تكون في عندي سبازم او انفكشن او امبوليزم او هايبوكسيا، بصير انيميا، سيفير ستريس على الهارت زي هيك other type of او ممكن يكون etiological. في عندي اللي هو different degree اللي هو للدمج تاع الام اي، يعني في عندها درجات بنسميها zone of necrosis وزون اوف انجري وزون اوف اسكيميا. اللي هي زون اوف نكروسيس يعني المنطقه، زون منطقه اللي صار فيها موت الانسجه، اللي بطل يوصلها اكسجين وصار فيها موت انسجه. اما الزون اوف انجري اللي هي حوالين المنطقه اللي حوالين النكروسيس، هذه المنطقه لساتها حيويه في بها لها بلاد سبلاي، لكن ممكن انها تصير عندها نكروسيس. والزون اوف اسكيميا اللي هي المنطقه اللي حوالين الزون الاريا اوف انجري، وهي اسكيميا يعني بيقل البلاد سبلاي عليها، فلكنها لا زالت فيها حيويه لكن ممكن انها تتحول الى انفاركشن. الكلاسيفيكيشن للام اي في عندي تو كلاسيفيكيشن حسب اللي هو الاس تي سيجمنت اللي هو رسمه القلب الاي سي جي، مشي عندنا كيو ار اس تي الرسم اللي بعامل رسمة الهارت، فعنا اللي هو الاستي سيجمنت إليفيتد استي سيجمنت ونان إليفيتد استي سيجمنت، عنا نوعين إلها بس إنه تعرفوها، مش ضروري تعرفوا أكثر من هيك. الريجنز طبعا حسب الريجن تاع الابستراكشن وحسب اللي هو الابستراكشن تاع الكورونر ارتري ممكن يكون افكتد يعمل الليفت فنتريكل يا اما الرايت فنتريكل. والسيفيريتي واللوكيشن تاع الام اي هو اللي بيحدد لنا البروجنوزز، هل حيكون جود بروجنوزز او باد بروجنوزز.
الكلينيكال مانيفستيشن اللي هو ساينز والسيمتومز لل ام اي، في عندي الشسبين، الشسبين بيكون سيفير ديفيوز، السيدي سيدي يعني ثابت، وديفيوز يعني منتشر بيكون لكن ثابت على اللي هو على السوبرستيرنال بين. ممكن يقول لك البين انه كراشنج، كراشنج يعني بقول بيجيك المرض بحاسس بلاطه على صدري، او حاسس اشي بيطابق على صدري، كراشنج طابق، او سكويزنج اللي هو العصر، او دال بين، او ممكن يقول لك سكينه بتقطع في صدري. في مرات بيجي مرضى لك سكينه بتقطع في صدري. نات ريليف باي ستريس زي الانجينا ريليف قلنا باي ستريس، لكن هذا لا الريس ولا سبلينج ولا فازو دايليتور بيشيلوا الالم، بضلوا. ممكن الاوبيويدز اللي هو المهدئات درجتها عاليه. البين رديت للارم، مي رديت للارم، يوجوال الليفت شولدر نيك وباك اند جو، كونتينيو اكثر من 15 دقيقه، بيعمل انكزايتي وفير، علشان هيك بيعلي الهارت ريت والبلاد بريشر والريسبيرتوري ريت. وبعض البيشنت ممكن انهم يجوا بدون بين، يعني يجي معه ام اي بدون السيفير بين. هذا الاذر سينز سيمتومز اللي هو ديفريسز التعرق، الكول كالم كليم سكين، واللي هو الجلد بيكون لونه بارد، بارد بيكون، والفيشل بالور شاحب، شحوب في الوجه. ممكن يكون عنده هايبرتنشن او هايبوتنشن، براديكارديا او تاكيكارديا، او بريماتور فنتريكولار او اتريال بيتس. بريماتور يعني قبل ميعادها بتيجي البيتس. البالبيتيشن ممكن يكون في عنده بالبيتيشن اللي هو خفقان القلب، سيفيريتي سيفير انكزايتي او ديسنيا، ضيق في التنفس، ممكن يوصل لمرحله ديس اورينتيشن، ما يكونش يتعرف على اللي حواليه، كونفيوجن كونفيوزد يعني مش واعي، او ريسلسنس اللي هو الريتب المريض بيكون ريسلس. فينتينج ممكن يوصل لمرحله الاغماء، او ماركت ويكنس اللي يكون ارهاق او ضعف عام. نوزيا وفوميتينج وهيكاب اللي هو الغثيان والنتج او القيء، مع الهيكاب، الهيكاب اللي هي الزغطة. وفي بعض المرضى بيجوا بايتيبيكال سيمتوم زي اللي هي ابيغاستريك او ابدومينال ديستريس، وفي بعض المرضى بس بيجوا بالابيغاستريك بين، لك بس انا عندي وجع في معدتي، ولما بنعمل اس جي بتكتشف انه عنده اللي هو ام اي، او دال ايكينج او تينجلينج سنسيشن، يعني حاسس باللي هو وجع عام او تينجلينج اللي هو خدلان، شورتنس اوف بريث واكستريم فاتيك. هذه اكسترا اللي هو او اتيبيكال سيمتومز، يعني اعراض مش تيبيكالي، مش للام اي، لكن ممكن تدللي على انه في عنده هذا المريض ام اي. الدياجنوستيك ايفالويشن بشكل عام، في عندنا تشينجز في الاي سي جي تخطوها، مش ضروري تعرفوها انه للناس التخصصيين. في عندنا اللي هو بالكاردياك ماركر، الكاردياك ماركر اللي هو عباره عن بروتينز او انزيمات بتطلع من من الهارت، هاي بتدل لي ارتفاعها، بدل على انه في عندي وجود ام اي. في عندي نان سبيسيفيك ماركر، وهي بتطلع من كل المصل، من كل عضلات الجسم، فلا تعني انه هي طلعت من نكروزس في الهارت، يعني فهي مش دايجنوستيك. وفي عندي سبيسيفيك ماركر زي التروبينين، والتروبينين هذا له يونتس او اجزاء، سي واي وتي، ومان اللي بيدوروا على الاي، فهي كلها بيلاقوها بالبلاد تيست. وفي عنا اللي هو السي كري سي كي، برضو هذه نان سبيسيفيك ماركر. على العموم الكارديك ماركر كمان ار نوت دايجنوستيك اون ان اكيوت ام اي وذ ا سنجل اليفيشن، يعني لو جينا وشفنا الكارديك ماركر او اللي هو علامات الهارت عالية مرة واحدة، معناته مش معناته انه هذا عنده ام اي، لازم تكون عالية اكثر على الاقل 3 مرات من 6 إلى 24 ساعة، ناخذها على مدار 3 مرات تكون عالية عشان تكون كاركترستيك انه هذا المريض عنده ام اي. الاذر فايندينجز اللي هو الاشياء الثانية اللي لما يصير رياكتيف بروتين، اليفيتد ولايب بروتين اذا كان في عندي انفلاميشن في الكورونر ارتري،
ممكن نلاقي abnormality في الكواجيليشن لما يكون في ثرومبو البي تي والبي بي تي بي تي تي لما يكون دي، عشان كنا احنا قلنا انه التسديد ممكن يكون 90% منه ثرومباس. الاليفيتد وايت بلاد سيلز في حالات والاي اس الاي اس ار اللي هي سيدمنتيشن ريت، لما لانه في عندي انفلاماتوري بروسيس اللي هي انكلودينج هارت مسل دامج، لانه في عندي دامج في الهارت مسل، فعشان هيك هاي كانفلاميشن بيعلى عندي الاي اس ار وبيعلى عندي الوايت بلاد سيلز. بالريديو نيوكليك ايمج ممكن يبين لي انه في عندي دبرس للبروفيوجن، فيش هي بروفيوجن في الهارت، يعني بوصلش الاكسجين منيح او البلاد سبلاي. والبي اي تي هاي كمان الاكزامينشن شرحناها بالمحاضره الاولى، والام ار اي برضه ببين لي انه في عندي صار في عندي هارت تاتش او مشكله في الهارت، بتبين وين بالضبط اللي هو الديفكت تاع الهارت. المانجمنت في عندي فارماكوتيكال ثيرابي اللي هو العلاجيه، زي اللي هو المورفين بنعطيه علشان الالم، والمورفين لما يقل الالم بيحسن اللي هو الورك لود تاع الهارت. بنعطي اكسجين يا اما بالنيزل كانيولا او بالفيس ماسك علشان الاكسجين، لانه في عندي انا اسكيميا في الهارت فانا بحتاج الجسم الاكسجين. بنعطي نيتريت سبلينجوالي او سبري او لانه بتعمل فازودايليشن، والفازودايليشن بيحسن اللي هو البلاد سبلاي. بنعطي اسبرين علشان اللي هو الثرومبوس البليتلت اجريجيشن، وبنعطي ثرومبو امبليتيك ايجنت اللي هو الاشياء اللي بتعمل ديزولف للثرومبوس، زي الاكتيفيز والستريبتوكاينيز. والستريبتوكاينيز كتير مهم وبنعطى، وريتبليز او ريتافيز اسمه، هاي الاسماء العلمية والاسماء التجارية. هاي بتعمل لي ريزولف ديزولف للثرومبوس، وبتنعطى يا اي في يا اما انترا كورونري. انتي اريثمياز كمان بنعطي انتي اريثمياز دراج علشان اللي هو الاريثمياز اللي بصير عندي. بنعطي كمان في عندي اكشنز او انترفنشن ممكن نعمله، وحكينا عن معظمها في محاضرة الانجينا، اللي هو ميكانيكال اوبننج للكورونري فيزلز كان بي بيرفورمد دورينج ان ايفولفينج انفاركشن. ممكن نشتغل ميكانيكال يعني نفتح الارتري ونشيل اللي هو الانسداد تبعه. ممكن نعمل اللي هو بريكوتينس كورونري انترفينشن، وحكينا عنهم اللي هي بريكوتينس ترانسلمينال كورونري انجيوبلاستي، وحكينا على الستنت، وحكينا على الاثيروكتومي، حكينا عنهم بالانجينا او ثرومبوليتيك ثيرابي، ممكن حكينا عنهم بالانجينا بشابتر الانجينا. هذه الاكشنز لازم تنعمل خلال 30 دقيقة من بداية الام اي، يعني ما بتستناش. سيرجيكال ريفاسكولاريزيشن اللي هي الكبج، وحكينا على الكبج، والكبج لازم نعمل خلال 6 ساعات، بحسن اللي هو بيعمل تريتمنت للستينوسيز وبيقلل السكار اللي صارت في الهارت الكبج. لكن هاي العلاجات لازم تكون الانترفينشن تبعها سريع. الكومبليكيشن كثير، الكومبليكيشن تاعت الام اي منها الديس اريثمياز اللي خربطه بحركة القلب او بدقات القلب، اللي ممكن يموت الكاردياك كاردياك ديث صادلي من الفنتريكولار ديس اريثمي او اريثمياز. الفاكشن هذه ممكن يصيرها اكسباندينج تكبر وتصل لمكان اعلى من الهارت، او ممكن يصيرها اكستنشن يعني يصير كمان مره خلال 24 ساعه كمان انفاركشن. الهارت فيلر ممكن ينتج عن من الام اي، ممكن يصير المريض يخش كارديوجينيك شوك، او انه الري انفكشن يصير عنده مره ثانيه جلطات مره ثانيه. اسكيميا كارديو مايوباثي، لانه عندي انا الاسكيميا على طول بصير اسكيميا ببطل، انه ما فيش مجال انه تحسن اللي هي عضله القلب. كاردياك رابتشر ممكن يصير، انفجار بابيلاري ماسل رابتشر ممكن يصير، فنتريكولار ميورال ثرومباس او ثرومبولاي فنتريكولار انيوريزم،
كاردياك تامبونيت، بريكاردايتس خاصة بعد يومين أو 3 أيام من الـ MI، ديسكشن أوف كورونر أرتري ممكن خلال الأنجيوبلاستي، يعني ينعمل له قطع أثناء اللي هو الانترفنشن، أو سيكاتريك بروبلم يصير عند المريض، بريشن بيرسوناليتي تشينجز. هاي كلها كومبليكيشن للميوكارديال انفاركشن. لو اجينا للنيرسينج دايجنوزز هنلاقي عندنا اكيوت بين، ودائما البين الفيرست بريوريتي عندنا في الهارت، الكورونري ارتري ديزيز ريليتد للاكسجين سبلاي اند ديماند امبالانس. في عندي انكزايتي عشان الشس بين، في عندك تكريز للاوتبوت عشان فيش عندي كونتراكتيليتي منيحه، في عندي اكتيفيتي انتوليرانس ريليتد تو انسفيشنس اوكسجين تو بيرفورم اكتيفيتي، هنحكي عنهم ان ديتيل كيف نحسنهم. ريسك فور انجري بليدنج لانه المريض عنده كلوت بلاد كلوت، وان افكتيف تشو برفيوجن لانه عندي ستينوسز ما فيش تشو برفيوجن على ال وان افكتيف كوبينج كمان، يعني كوبينج اللي هو الكوبينج ريليتد تو ثريت للسلف استيم، الكوبينج اللي هو تعامل يعني او تفاعل. reducing pain الانترفنشن بدنا نقلل الالم، والشبيهة نفسها بتاعت الانجينا ارجعوا لتاعت الانجينا. maintaining hemodynamic stability اللي هو بدنا نحسن او نضمن انه يضلوا ستيبل اللي هو الهيمودايناميك اللي هي الدورة الدموية بتاعت الجسم انها تكون ستيبل مستقرة. فبالتالي بدي اتابع البلاد بريشر لانه علو البلاد بريشر هايبرتنشن بيعلي اللود وبزيد الديماند للاكسجين، ولو وطي البلاد بريشر وصار عندي هايبرتنشن فهو بيقلل اللي هو التشو برفيوجن على الهارت. ففي الحالتين مشكله، لازم انه يكون ستيبل البلاد بريشر. كمان الريسبيريشن بده يكون ستيبل لانه ممكن يصير في عندي انا بالمنر اديما، فبالتالي لازم اتابع من الهارت فيلر، ممكن يصير عندي ليفت سايد هارت فيلر يعمل عندي بالمرور القديمة، فبالتالي بدي اتابع الريسبيريشن واسمع اللي هو دائما اعمل اسكالتيشن لللانج ساوند، ونشوف الدسنية والتاكبنية او اي مشاكل ممكن يصير اللي هو نتيجة من الفروثي بينك سبوتم او الارثبنية. الارثبنية دائما مع اللي هو difficulty in breathing during سوباين بوزيشن، بتحسن باللي هو بالسيتنج بوزيشن، هذا في الليفت سايد هارت فيلر بيكون موجود الارثبنيه. فبالتالي لازم نتابع المريض من هاي الجهات من الريسبيريشن، نعمل ايفالويشن للهارت ريت، اذا البلد بريشر ريسبيريشن هارت ريت. الهارت ريت كل ساعتين لاربع ساعات نسمع الهارت ساوند. ممكن كمان يعني نعمل نخلي على اللي هو مونيتورينج يعني كونتينوس مونيتورينج نوت بريزنس اوف جوجلر فين ديستنشن او ليفر انجورجمنت. ممكن كمان نتابع الارتيريال بالس اذا كان في عندي ويكنس عشان فيش عندي كاردك اوتبوت، الكاردك اوتبوت ضعيفه. ويت تمبريتشر كل 4 ساعات لانه المرضى هذولا بيعانوا من انكريز بالبلد تمبريتشر بالبادي تمبريتشر بعد يوم او يومين ناتج عن اللي هو النكروسيس. فبدنا نتابع كل هيمودايناميك اللي هو الفايتال ساينز. بدنا نتابع نشوف السكن تمبريتشر لانه بقولنا انه بصير في عندنا كول وكليم سكن والبالور من ناتج من انه الفازو كونستريكشن سكندري لا ديكريز الكاردياك اوتبوت. بدنا نشوف اللي نكون منتبهين للمنتال ستيتس تاعت المريض على اساس انه فيش بلاد سبلاي فيش اكسجين ممكن ياثر عليه يعمل كونفيوجن او ريسلسنس او ديس اورينتيشن. بدنا نعمل امبلوي للهيمودايناميك مونيتورينج از انديكيتد، يعني بدنا نتابع الفيتال ساينز حسب الحاجه، يعني ايفالويت لليورين اوتبوت لانه اليورين اوتبوت كمان قلنا الرينال بلاد فلو بيقل اذا كان في عندي هارت تاتش،
فبالتالي بقل اللي هو اللي بتأثر الكلية، فبتقل البلاد اليورين اوتبوت، فلازم نتابع اليورين اوتبوت ونعمل مونيتورنج لللايف ثريتنينج ديس اريثيميا عن طريق ان نتابع الفول كونتينوس مونيتورنج للاي سي جي. انكريز للاكتيفيتي توليرانس، بدنا نتابع اللي هو النشاطات المريض. هلا المريض لازم يكون في بدريست في الاول، كومبليت بدريست، بروموت بريست على طول عن طريق ان نقلل الفويس او النويز اللي حواليه، الانفايرمنتال نويز، بروفايد ا كومفورتبل انفايرمنت، تمبريتشر كمان جو التمبريتشر لازم يكون منيح ومناسب، افويد ان نيسيسري انتربشن للمريض زي البروسيجرز اللي مش محتاج. يعني عاده بعمل البروسيجر كلها للمريض مره واحده وبطلع عنه، بتركه يرتاح فترات طويله عشان ما اعملش انتربشن له، لانه النويز بيعمل استثاره للانكزايتي، والانكزايتي بيزيد الهارت ريت، بيزيد الهارت لود، فبزيد. احنا بدناش نزود الهارت لود، بدنا نريح الهارت على الاخر بكل النواحي. ستراكشر روتين كير، قلنا انه نحطها انكلود انكلود ريست بيريود اند افتر اكتيفيتي، يعني نخلي المريض يتريح ونعمل روتيننا بس في فترات معينه. كمان لازم نعمل ديسكشن مع البيشنت والفاميلي تبعه انه ما فيش لازم للزوار، فيش داعي للزوار، وانه هذا الاشي وعدم وجود الزوار والدوشة والهد بزود اللي هو سرعة انه يطيب الهار او يصير له هيلينج، فبالتالي بحسن من اللي هو وضع المريض. بدنا نعمل دايفرجنال اكتيفيتي كمان، المريض يعني بزهق وهو لحاله، فبالتالي بدنا نعمل له نشاطات تشتت انتباهه عشان ما يضلش يفكر بمرضه، زي انه يقرا كتاب، يسمع موسيقى، يتفرج على التلفزيون، شغلات بسيطه ما تعملش له، ما تجهدوش يعني. وانكرج بوزيشن تشينج، فريكوينت بوزيشن تشينج في البيت، على اساس انه ما يصيرش في عنده بيد سورس او برشر على اللي هو الجلد. assist patient with prescribed activities، انه ممكن نقول للبريد assist patient to rise slowly from supine position، انه يبدا ايش لما يطلع من السرير او ينزل ما ينزلش مره واحده عشان ما يصيرش في عنده orthostatic hypotension اللي هو ناتج من العلاج. وكمان انكرج اللي هو باسف والاكتف رينج اوف موشن، حكينا على الرينج اوف موشن وايش الباسف والاكتف، واللي هو حركة اليونت وقديش اللي هو مسافة اللي ممكن يتحرك فيها المريض. نعمل إليفيشن للفيت تاعت المريض على اساس كمان البلاد سبلاي وبلاد فلو، نحسن الفينوس ريتيرن، وستيب باي ستيب بروجرام عشان نحسن اللي هو الاكتيفيتي اوف ديلي ليفينج از دايركتد. طيب نيجي للشيء التالي اللي هو البريفنت البليدنج، نمنع النزيف. طبعا عشان النزيف لازم، لانه قلنا اغلب الثرومباس، فبالتالي المريض لازم ناخذ فيتال ساينز كل 15 دقيقه، يعني بده مونيتورينج كونتينيوسلي ديورينج انفيوجن اوف ثرومبوليتيك ايجنت، حكينا زي الستريبتوكينيز اذا بتتذكروا، اوبزيرف فور هيماتوما اذا كان صار، لانه اذا بياخذ ثرومبوليتيك ايجنت ديزولفينج للثرومبس فبصير ممكن يصير في عنده سهل انه يصير في عنده هيماتوما، فبالتالي بدنا نشوف السكن اذا في بريك داون، وين في اللي هو البون بروميننس اللي هو النتاءات العظميه الجسم اللي عند الكوع، عند الركبه، عند الساكرام، في الظهر. بدنا نشوف اللي هو بي اليرت اوف فيربال كومبلين اوف باك بين، لانه ممكن يكون في عنده اذا في وجع في الظهر ممكن يكون في عنده ريتروبريتونيال بليدنج. نقول للمريض بنطلع على الفين بانكشر وين اللي هو الاماكن اللي فيها ابر او كانيولات عشان نراقبها، اذا كل 15 دقيقه نراقب اذا صار فيها بليدنج او صار فيها ايكوموسيس او صار فيها هيماتوماز. كمان خاصه لما يكون المريض طبعا بياخذ ثرومبوليتيك ايجنت، بنعمل اذا كان لما نرفع المحلول بدنا نعمل برشر جامد على اساس ما يصير شيء عندنا ليكج، وبنعمل اوبزرف للبلاد انستول اند ايمسز اللي هو اذا كان صار في عندي نزيف في البول او في
في البراز او في النتج او في السبيوتم، بنعمل مينيمايز للفين بنكشر، نحاول قد ما نقدر ان ما نعملش فين بنكشر كثير علشان ما نعرضش المريض لبليدنج. ونعمل هيبرين بلوك، وعارفين هيبرين اللوك انه نغسل، نعمل فلاشنج بالهيبرنايز سلاين عشان ما يصيرش عنده بلاد كلوت في مناطق اللي فيها كانيولا. افويد اي ام انجكشن على طول على اساس ما يصيرش عندي برضو هيماتوماز. نقول للمريض ما يستخدمش اللي هو فرشاه الاسنان اللي خشنه، ولا المشطش يعني ما يمشطش شعره بالجامد عشان ما يجرحش حاله. افويد تروما، بانه نخلي المريض مينيمايزنج فريكوينت هاندلنج اوف بيشنت، ما نتعاملش مع المريض كثير، او ما نخليش المريض يتحرك كثير او يتعامل مع ادوات حاده كثير علشان ما يصيرش في عنده نزيف. مونيتور لللابوراتوري فاليو، كمان بنتابع اللي هي البي تي والبي تي تي والهيماتوكريت والهيموجلوبين علشان نشوف اذا صار فيها الفيشن او ديكريز، نشوف نتابع في مع اللي هو البلاد. تشيك فور كارنت بلاد تايب اند كروس ماتش كمان على اساس اذا احتاج المريض الى بلاد ترانسفيوجن. وبنعطي المريض انتي اسيد على اساس انه بصير في عنده ستريس السر، فبنعطيه المضادات اللي هو للاسيد. امبلمنت امرجنسي انترفنشن دايركتد ان ذا ايفنت اوف بليدنج، اذا صار في عندنا بليدنج بدنا نعطي سوائل وبدنا نعطي بلاد وبدنا نعطي ندير بالنا على نشوف المريض. مونيتور للتشنج المينتال ستاتس والهيديك، وافويد فيجرس اورال ساكشنينج، ما نعملش اللي هو ساكشن التشريط من التوم بطريقه يعني فيجرس اللي هو طريقه صعبه او جامده. والاوتوماتيك بلاد بريشر كمان ديفايس بنعملهن، بنعمل نحطش الجهاز اللي هو ضغط اللي بيقيس الضغط اوتوماتيك ما يكونش فوق اي فين بنكشر عشان ما نعملش بريشر بزياده ونعمل هيماتوما بزياده. طيب بعدين بدنا نعمل منتين للتشو برفيوجن عن طريق اللي هو نحسن التشو برفيوجن، نحسن اللي هو البلاد سبلاي للانسجه. كيف؟ عن طريق انه avoid resistance and recurrent signs and symptoms of ischemia observe بنتابع عن واللي هي الشسبين including شسبين diaphoresis hypotension. هاي ممكن indicate extension للام اي، فبدنا نتابعها يعني نعمل ريبورت اذا صار في اي مشاكل من هذول immediately. نعطي اكسجين، بدنا نعمل مونيتورينج للاي سي جي على طول، وبنعمل بريبريشن للبيشنت لاي امرجنسي بروسيجر زي الكاستريك الكاثترايزيشن القسطره الباي باس او البي سي اي او ثرومبوليتيك ثيرابي او الانترا اورتيك بالون بامب، يعني بدنا نحضر المريض لاي امرجنسي سريع. بدنا نعمل نساعد المريض على انه يعمل كوبينج ابيليتيز انه يتعامل مع مرضه، لانه هذا كرونيك ديزيز خلاص بصير، فبده يتعامل المريض معه، فبدنا نحسن الكوبينج ابيليتيز تاعت المريض او نقويها سترينثنينج. بدنا نعمل دائما بي جود ليسنر، دائما بنقولكم بي ا جود ليسنر، اسمع للمريض ايش هو خوفه، ايش اللي خايف منه، ايش الستريس اللي عامله، علشان نقدر نعرف وين نتابعه او نعالجه. assist the patient to establish a positive attitude toward illness and progress adaptively through the grieving process، يعني خلي المريض نسمح للمريض انه يعبر عن شعوره، اذا بده يبكي، اذا بده يعترض، اذا بده يغضب، هاي grieving process. manipulate environment to promote rest full sleep by maintaining patient usual sleep pattern، انه نحسن البيئه حوالين المريض بحيث انه اذا هو بيستخدم حاجات للنوم تكون موجوده بالمستشفى. يعني بي اليرت لسان سيمتومز اوف سليب ديبريفيشن، حرمان النوم بدنا ننتبه له زي الاريتابيليتي الديس اورينتيشن هالوسينيشن ديمنش بين توليرانس واجريسيفنس، انه يكون المريض عنيف او عنده هالوسينيشن هذا دليل على انه المريض عنده حرمان من السليب، فدايما بدنا ننتبه لهي الشغلات. ومريض بيكون حرمان من السليب لانه هو مش قادر يعمل كوبينج، مش قادر يتعامل مع مرضه. مينيمايز بوسيبل ادفيرس ايموشنال ريسبونس تو ترانسفير فروم ذا انتنسيف كير يونت تو ايميديت
انترميديت كير يونت، لما نحول المريض من العناية المركزة للعناية العادية أو النهارية، فهي كمان بدنا ننتبه للمريض، بدنا نحاول إنه نعمل نقول للمريض إنه بده ينتقل وإنه تحسن، وإنه والممرضين اللي في القسم بيكونوا كيف يستقبلوا وكيف يتعاملوا معهم. patient education and health maintenance حننتبه على إنه المريض يكون من ناحية سيكولوجية وفسيولوجية، ونعمل modification للريسك فاكتور عن طريق إنه inform the patient and family about what happened to patient heart، نشرح لهم على disease إيش صار فيه، إيش الأكتيفيتي والريسبونس للأكتيفيتي، ديزاين لإنديفيدوالز أكتيفيتي بدنا نعمل له إيش الأكتيفيتي اللي لازم يعملها وإيش اللي مش لازم يعمله، جيف للبيشنت جايدلاين عن طريق إنه نقول للمريض إنه يمشي يوميا وقتش يمشي وقديش يمشي وكيف يزود المشي ويزود اللي هو المسافات على أساس إنه ما يتعبش، مش من اول مره يمشي طويل، لا بشوي شوي جرادولي. وكمان اقل اشي لازم ينام المريض 7 ساعات، هذه لازم نقولها للمريض. السكشوال ريليشن شيب بين الزوجين لازم تكون كنترولد، يعني على اساس انها بتزيد الاكسرسايز. ادفايس للايتينج 3 اور 4 فريكوينت ميل، يعني لازم يحسن اكله ويرتاح على الاقل ساعة بعد الاكل. كمان ادفايز ليميتنج اللي هو يقلل من القهوة الكافيين والكحول، واذا كان بالسوق لازم يكون منتبه خاصة مع بعض الميديكيشن. درايفنج كار مش لازم بالاول يسوق السيارة، بعدين بسوق وبعدين بدنا نقول للمريض ايش الميديكيشن والادفيرس افكت للميديكيشن، وإذا في عنده أي من الساينز هذه لازم يعمل يبلغ الصحة أو الدكتور المسؤول عنه، اللي هي shortness of breath, unusual fatigue, swelling للفيت والفيت والأنجلز, fainting أو dizziness, و very slow or rapid heartbeat. إذا صار عنده أي من الساينز هذه والسمتم لازم على طول يبلغ عنها. بعدين نعمل assessment للبيشنت to reduce risk of another MI، لانه قلنا انه من الكومبليكيشن تاعتها انه يرجع الانفكشن يصير عنده كمان مره، فعلى اساس انه ما يصيرش عنده بدنا نحاول انه يقلل اللي هو المخاطر تاعتها اللي بتعمل انذر. في النهايه الايفالويشن اذا المريض ما عندوش بين، ما عندوش انكزايتي ولا اجيتيتد، الفيتال ساينز ستيبل، لانج فري ما فيش فيه كلير، الهارت ريت ما فيش عندنا ساينز اوف اريثميا، الاكتيفيتي سلولي بروجريس، في توليريتد ويل متحسن، مستقبل الاكتيفيتي بيقدر متحملها كويس، ما فيش علامات لنزيف، ما فيش علامات لالم في الصدر، المريض بنام منيح، كمان ايموشنال ستيبل، يعني المريض ما عندوش مشاكل نفسية او ما عندوش عنده كوبينج، يعني صار عنده كوبينج، فهي هي الدليل على انه المريض استجاب للعلاجات تبعتنا. هيك بنكون خلصنا الام اي.